مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل الرقاق زي ما انت شايفة كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وهيطلع معاكي ناجح. خطوات بسيطة، هتعملي الرقاق الناشف بدل ما تشتريه من بره، هتعمليه في البيت بكل سهولة وبتكات بسيطة، هتحصلي على افضل نتيجة زي ما انت شايفة. ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. معانا هنا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات او قمح، اللي متوفر عندك هتستخدميه. هنزل عليهم بحوالي معلقة من الملح، معلقة ممسوحة كده من الملح، وهقلبها كده في الدقيق كويس. بعد ما قلبنا الملح كويس في الدقيق، هنبتدي ننزل عليهم بالتدريج كده بالمية. مية هتكون من الحنفية عادي او ساقعة شوية علشان ما يسحش معاكي الفطر بتاعي. هنقلبهم كده، ننزل بالمية كده بالتدريج لحد ما تلم معانا العجينة. اهم حاجة مرحلة العجن، نعجنها كده كويس ونشربها الدقيق. اهم حاجة مرحلة العجن، لازم تعجنيها كويس علشان ما تتقطعش معاكي. هنعجن فيها لحد ما تلم معانا وتشرب الدقيق بتاعها كويس زي ما انت شايفة كده. احنا منزلناش بكمية المية كلها، نزلنا بالتدريج لحد ما حصلنا على القوام ده، طبعا طرية ومش بتلزق في ايدينا. هنبتدي نبل ايدينا مية ونعجن فيها. انا هاخد العجينة بتاعتنا كده على الرخامة، ايه كمية المية في بولة كده، هنغطس ايدينا كده في المية، وبعد كده هنبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. احنا مش عاوزين مية كتيرة، كميات كبيرة، يا دوب نبل ايدينا ونشربها المية اللي في ايدينا لحد ما تبتدي تطرى شوية معانا، مش اكتر من كده. 8 اكواب دقيق اخدوا معانا 3 اكواب ونص من المية، يا دوب هنبل ايدينا من نص كوباية المية الاخيرة دي، مش اكتر من كده، لحد ما نحصل على الملمس الناعم للعجينة بتاعتنا. هنشوفها تاخد قد ايه من المية. اهم حاجة تعجيني فيها كويس علشان ما يتقطعش معاكي الفطر بتاعي. زي ما انت شايفة كده العجينة بتاعتنا طريت معانا اهي، وفي نفس الوقت مش بتلزق جامد في ايدينا، متماسكة، عجينة حلوة خالص. احنا عاوزين نحصل على القوام ده، الملمس بتاعها يكون ناعم بالشكل ده كده. جهزت العجينة بتاعتنا، هنبتدي نشتغل فيها. طبعا احنا مخدناش كتير من كمية المية اللي نص الكوباية الاخيرة، يدوب حوالي معلقتين او 3 معالق بالكتير زي ما انت شايفة كده. كده جهزت معانا العجينة، هنبتدي نقطعها ونشكلها مع بعض. رش رش الدقيق كده على الرخامة علشان نبتدي نشكل العجينة بتاعتنا. هنبتدي نقطع العجينة بتاعتنا لقطع متساوية على حجم اللي انتي حباه للفطيرة بتاعتك بالشكل ده. هنجيب صينية نرش كده عليها رشة حلوة كده من الدقيق، نحط عليها العجين بتاعنا، نعفره كده في الدقيق علشان ما ينشفش معانا. انا هخلص كمية كلها تقطيع بالشكل ده بنفس الحجم. وزي ما انتوا شايفين كده، بعد ما قطعت كمية العجين بتاعتنا عطتنا 24 قطعة بالشكل ده. انا هسيبها تريح وبعد كده هنبتدي نفردها مع بعض ونشتغل فيها. هنا معلش الفيديو اتقطع مني، فهنا انا بفرد العجينة. اترققيها على قد ما تقدري، يعني كل شوية تحطي لها دقيق وتقلبيها من الناحية التانية لحد ما تترقق معاكي. هتفرديها من الناحيتين وبعد كده تبتدي تنفضيها من الدقيق اللي انتي حطيتيه، تشيليه خالص من عليها. وبعد كده بعد ما تنفضيها كويس من الدقيق، تكوني حاطه طوة على النار مقلوبة بالشكل ده، وتكون سخنة وتكون الحرارة متوسطة. بعد ما تسخن تهدي النار وتبتدي تحطي الفطيرة بتاعتك، وبعد كده تقلبي فيها لحد ما تستوي معاكي، تاخد تشد كده وتستوي. طبعا هتعرفيها استوت معاكي ازاي. طبعا العجين بتاعك لو ناجح هيطلع
يعني هينتفخ كده، هيعمل فقاعات، فكده يبقى العجين بتاعك ناجح زي ما انت شايفة كده. كده بتبقى هي دخلت في مرحلة السوا، لغاية ما تتحمص معاكي كده وتشد، هتبتدي ترفعيها من على النار وتحطي غيرها لغاية ما تخلصي الكمية كلها بتاعتك بالشكل ده. ولو انت حابة تسويها في الفرن تسويها. انا هخلص جميع الكمية بتاعتي وهرجع لك. وزي ما انت شايفة كده، بعد ما خلصنا كمية الرقاق بتاعتنا كلها طالعة جميلة وحلوة خالص زي ما انت شايفة كده، خفيفة جدا جدا وبتتكسر معانا زي ما انت شايفة، حاجة كده جميلة. اعملي الرقاق في البيت في اقل وقت وبدون تعب وبدون مجهود، هتعملي احلى رقاق في البيت زي ما انت شايفة كده. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.